قرايتك يا كابتن بقى، وانت حضرتك يعني ما شاء الله عليك في قراية المشهد مجربينك، حبيبي فقرايتك حبيبي. للمشهد في مشوار منتخبنا في التصفيات. لا هنصعد ان شاء الله، هنصعد يعني ان شاء الله باذن الله تعالى. الماتشات اللي جايه النهارده، يمكن النهارده هتلاقي مثلا اسهلهم. الراجل زي ما احنا قلنا احمد، الراجل عنده تارجت عايز يحققه، هو ما بيبصش لمين هيلاعب مين، اللي بيبص اللي انا عايز اوصل للهدف، وده الاحساس اللي موصله في اوضه اللبس، ودي اللي احنا بنتكلم فيها. كلنا اختلفنا معاه في بعض الاختيارات، صحيح. ولكن هو عنده قناعه بحاجه الراجل ماشي بيها. وحتى يمكن الناس قالوا، او بعض الناس قالوا، اللي في حد تدخل عشان فلان يروح او فلان يجي او فلان ما يخشش، هو الراجل ما عندوش القصه دي، هو الراجل عنده سيستم شغال عليه، وده اللي منجحه وهينجحه. احنا فعلا كنا مفتقدين الشخصيه دي في اداره المنتخب او اداره انديه، المدرب اللي عنده كاركتر من الشخصيه اللي يقدر قاري الدنيا ازاي وعليه هدف عايز يوصل له.